هذا البرنامج برعاية جولدينا زيد نجمة وفانواز. عسلامة، مرحبا بكم في كل جينا. أنا أميرة حشادلي، عمري 29 سنة. باش نضيف آدة على بيتزا وطومات فارسي، باش نعملو ديسير كوكيز، إن شاء الله يعجبكم. بلاصة ما دارش بها بكثرال كل جينا، وزيد الطقس مساعده، ورغم صعوبة السياقة في تونس صاحبنا قاد ولا معلم، في ساعات يعدي خمسة سوايع وهو يسوق باش يعرف تونس بالكدا. واليوم وبعد الدورة وصل للمروش، ومدام أميرة تستنى فيه باش تعلمه ماكلة جديدة. شنو باش نطيبو توا؟ توا باش نطيبو بيتزا طون فرماج. باهي، دونك شنو لازمنا؟ لازمنا بريباراسيون بات فانواز، صوص بيتزا سيكام، فرماج وطون وزيتو وزيت نجمة، باهي، و 130 مليلتر دو تييت. دونك نبداو بشنو؟ نبداو ناخذو بات بيتزا فانواز، نحلو الباكي. ياخذوا منه انا البات بريباري. دونك عندنا كل شيء للبات. انا كل شيء بري هذا، وانا خميره فانواز. هذه حاضره، نصب الخميره في اللوتيت. دور نحركوها بالمعرفه باش تدوب لنا شويه ما تقعدش. بعد كان صبوا البات كلها خطوة. أنا طال نبدأ نلم فيها، تصب لي بشوية الماء والخميرة. شوية تحط لي 5 كوير زيت نجمة. أربعة خمسة أخر. دونك نصب نص الماء وبعد نحط الزيت ونزيد نكمل بعد صب الماء. باه بعد لما هكا نلموها كلها بالكتير تبدأ. ما نعملوهاش يابسة وما نعملوهاش تريا برشا، معناها جارية. فهمتني؟ تبدأ سي بون هي باهي. اوكي توا إيد البيتزا نتاعنا حاضرة. كيفاش تعرف؟ نلموها نصب مصابين الانجريديون الكل ونلموها بالكدا هكا، ومن بعد نخليوها بوندون 20 مينوت، نغطيوها ونخليوها بوندون 20 مينوت باش تخمر لنا. داكوغ. نحطوها نحنا غاديكا. يولي شاح. تولي تخمر معناها تتنفخ شوية، فهمتني؟ تولي منفوخة. ومن بعديكا باش نكملو نطيبوها. أونتخ طون مادام البيتزا خمرت باش نعملو طومات فارسي. نستحقو كابتين طماطم، شوية معدنوس، شوية طن، شوية جبن، شوية مايونيز، وزوز عظام. باهي. ناخذو كابتة طماطم نقصوها سوغ دو، بعد نشللوها باش نحيو هذيك الزريعة منها. دونك شنو تاو؟ تاو ناخذو الطماطم هذيك الوسطاني هذيك، دونك نفرغوه منها. بعديكا باش نقصوها حتى فوالا لي بنين هو. دونك نحيوها نعملوها خاطر باش يبدا من داخل فارغ باش نحطو فيه الحشو. باهي فهمت. شابو هذي اي كيما شابو تشاب. دونك قصوا هذي هكا بشوية بشوية يبدا جيد باش ينجمو نحطوه من داخل، فهمت؟ كل شيء في الصغير هكا كنقصوه صغير على الاخر.
علاش صغيره؟ باش نجمو نخلطو لانغريديون خاطر البقعه صغيره فين باش نحطو الحشو تاع الطماط. باش ناخذو شويه خاطر باش نفرشوه، فهمتني؟ دونك نص مغارف فونتودير هكاك شويه طن. عندنا ميزان، فهمت انت والكونسيتي نتاع الطماطم اللي باش تعملها خاطر عندنا دار صغيره هذه. فوالا ناخذو جبن. اها العظم زادا عظم باش نقصوه جيد. اوكي هكا لا وريني وريني. فهمتك. فوالا هكاكا بعد نعملو هكا نقصوها بشوي بشوي صغار كيف كيف. سي بون دونك تصب اد كل غادي مادام انا حصلت شي دار. اوكي نزيدو المايونيز. مغارفة ولا؟ ميساش حط طنك نخلطو نعرفو. حط مغارفة. اها. زيد حط مغارفة أخرى. ونخلطو الكل. بي. فوالا. تي بون؟ أي. طبيعي كناخدو الطماط هكايا ونحطو الحشو هذاكا هكايا فيه. حاجة سهلة وبخاتيك في سام. وبنينة. بنينة. ولا تزيدها الفرماج. ولا. ولا ذي البلان تاع الطماط فخسي. تاعنا. تي بون. pour le cookies, préparation cookies vanoise. Bé. Zabda Goldina. Ou Adma. Akahao. Akahao. Non, mais pas cher. Mais je fais ça, fais ça pratique, fais ça, fais ça. Merde de préparation. Halloha. Déjà, on a pas la hadra. Faire la pépite de chocolat. Ou la préparation. On a fait le parfum chocolat. Ah, bé. Plusieurs parfums, okay. Vanille, lit de donc, une soupe ou la préparation. Une soupe ou la préparation. Voilà. Déjà, ناخذوها ذايبة شوية معناها مش يابسة، فهمت؟ اها. اي ناخذو شوية هكا. لازمنا قداش معناتها؟ 50 غرام. 50 غرام. دونك نحطوها ونفقصو العظمة. حط لي العظمة اي نفقص لي العظمة. نجم نحطو لي بيبيت زادا دو شوكولا. نجي صبهم لي اللي نحب. سي بون نصبو لي بيبيت دو شوكولا في وسطها. تصب لي هاد لي بيبيت دو شوكولا مشكل. بنين ديليسيو. بنينة دو بنينة بنينة على الاخر. فوالا صوب صوب. فوالا شوي بشوي سافا سي بون. باش تبدا من داخل كي ناكلو تبدا الشوكولا في وسطها. داكور. Entre temps, un petit amal d'huile de zit pour choisir zebda. Ouais. Le côté.
بابيي بابيي باش ما تلصقش الكوكيز بعد نعملوهم ناخذو نجيو نعملو دي بيس هكايا دونك نداولوها هكا بعد نعملوها هكا ومن بعد كان نحبو نزيدو نزينو لي بيبيت من الفوق نحطو الفرن تاعنا في 180 درجة نحط في وسط الكوكيز نخليوهم يطيبو دونك تاو باش نكملو البيتزا تاعنا ارتاحت هادي نصبو شوية زيت في الطبق باش ما تلصقش ندهنو بيه الطبق بات نحطها هني هذا ونحلوها تحلي اد صوص تم صوص بيتزا علاش تعمل باش ما تتنفخلناش في الفوق صبوها 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 الكل بعد نتال بال بيه شنو الدروج 180 بيه و مدة قداش خليوها بوندون 15 مينوت حتى 12 مينوت داكو تاو البيتزا سي حاضر تجبدها هنا من الفوق كالكون فوالا تحطها هوني سخونة ونحطو لي زانغغيديون نحطو جبن فرماج فوقها نرجعوها شوية في الفوق نتاعنا نحطو يذوب الفرماج جبن فوالا توا خرجنا البيتزا نتاعنا من الفرن جبن ذاب نحطو الطن حط انت ايد الطن بيتزا نبتون هذه وي طن فرماج هذيك بنينه ياسر مقصوص الزيتون والصوح هذا نحيو من القلوب ونحطو فوالا فوالا اوكي بيتزا حاضرة تاعنا بيتزا حاضرة البيتزا نذوق نذوق شوية طماطم فرنسية أو ميم تو صحيح تمام يعطيك الصحة عايشة